بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله قل الله أعلم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Thank you.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم. قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفى
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه
وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء
يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها الثواب الحسن متفرقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب يحلون خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب واضرب لهم مثل رجلين واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وحففناهما بنخل
واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. Oh,
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي قال له قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن لكنه الله ربي لكنه الله ربي قال له صاحبه
لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. صدق الله العظيم. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، طابت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بالذي هو خير. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم والتي كانت من سورة الكهف، تلاها علينا أمير قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، سفير القرآن الكريم لدى دول العالمين العربي والإسلامي أجمع، وقارئ مسجد الصحابي الجليل سيدنا الإمام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء محافظة الفيوم، فضيلة القارئ العلم الشيخ طه محمد النعماني. نقلة أذيعت على مسامع حضرتكم من إحدى وحدات إذاعاتنا المحلية والأنوار الكهربائية ومحطات ديزل الفخمة الكبرى وأولى مقاول الفراشة الذهبية الكبرى عبر أنحاء جمهورية مصر العربية، تطلب تحت إدارة وإشراف أولاد المغفور له بإذن الله تعالى عمالقة الفراشة أولاد الحاج عمر خطاب، أولاد الحاج عمر حامد خطاب المقيمين بشناوي مركز السلطة بمحافظة الغربية. الخدمة في الدقية المتر فتحي حجازي المقيم بمركز ومدينة شبين الكوب. رقبت لكم عبر كاميرات عملاق مخرجي الحفلات الدينية بجمهورية مصر العربية الأول بجمهورية مصر العربية البشمهندس ياسر محمد عبد العظيم غازي المقيم بمدينة طنطا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في ليلة التكريم التي أقيمت للراحلة الكريمة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجة الأستاذ محمود إبراهيم الخولي، يتقدم كل من الأستاذ محمود إبراهيم الخولي ومعالي الأستاذ الدكتور إبراهيم محمود إبراهيم الخولي ومعالي السيد المستشار محمد محمود إبراهيم الخولي ومعالي السيد العمدة محمود محمد إبراهيم الخولي نجل عميد عمد محافظة الغربية وعمدة إخناوي مركز طنطا الحالي، والسيد المقدم أحمد محمد إبراهيم الخولي وجميع الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، يتقدمون إلى كل من جاء إلى هذا السرادق إلى القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ البلاد وأعضاء مجلس النواب وكل من جاء إلى هنا ليتقدم بواجب العزاء بالشكر والتقدير. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وللوقينة الرحمة والمغفرة.